بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زبناء أنا وحبابنا زبناء أواني عبد البرنوسي، مرحبا بكم معنا مجددا من قلب محل أواني عبد البرنوسي المتواجد بدار البيضاء سيد البرنوسي مباشرة من وراء الديبو ديال الترام، بهذا الادريس اللي يعني تقريبا جل المغاربة ولفتوها وليت كتعرفوها. مرحبا بكم جميعا. اليوم الجمعة 26 مارس 2021. مرحبا بك سي عبد الواحد معنا ومرحبا بالزبناء الكرام. الله يبارك فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم زبناء أواني عبد البرنوسي، وجمعة مباركة وعواشر مباركة، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. مرحبا بك سي عبد الواحد، وبغي نطلبك واحد الطلب، الله يرحم الوالدين، لقيت اللي تكون كدوي معاه حاول تغوت شوية باش هكذا الناس يقدروا يسمعوك، حيت بعض المرات الصوت ديالك يغلب على الصوت ديالك، الا كان ممكن حتى تغوت معاه. مرحبا باش الناس يوصل الميساج واضح وكلير. سير على الله. مرحبا، بسم الله توكلنا على الله. نبداو اللايف ديالنا بالطقوس كما عودنا الزبناء الكرام. اللي يطلع لي اللايف ديالنا يثبت الحضور ديالو بالصلاه المحمديه. اللهم صل عليك يا رسول الله، هذا ما كان. بسم الله توكلنا على الله. مرحبا بالدي سعد الواحد. حرك لي القله واطربني وارى لي هل من مزيد وهل من جديد. موجود الخير. مرحبا سي خويا، راه واعر. تبارك الله، راك انت واعر. لي 40 درهم ثمن، الصراحه راه واعر بزاف. دابا دي على ثلاثه، واش انت حال لهنايا دابا؟ اه راه مدلول. هاكاك الله يرضي عليك. كبيره صغيره المهم. اييه. ثروه فياس ب 40 درهم. ب 40 درهم 800 ريال. 800. مرحبا. اييه. مساء الخير، مساء الانوار، مساء الورد. الورد والياسمين. مرحبا. احلى الناس واحلى متابعين ومتتبعين ديالنا، مرحبا بهم جميعا. مرحبا، نكملوا بهنا ان شاء الله تعالى. سير على الله. هذا المشنف، هذا المشنف زوين. مرحبا. مرحبا. اييه. صحاب القليبات وصحاب الجامره خدامين معنا تبارك الله. تفصيل لثلاثة معروف، ثلاثة ب 10 ريال. اييه. هذا 4 ريال. اييه. هذا الصراحه واعره، هذه بول ولا هذه مول؟ بول. علاش كنجي بول؟ بول اه بانيه كلشي. مرحبا الصراحه اللي زوين. اييه 4000 ريال هذا راه فابور. مرحبا. اييه ها البلاطوات اخويا، لي بلاطوات ديال لينوكس. لينوكس الكبير فيهم ب 60 درهم. 12 ميد ريال. هذا بيدي ولا بلا ايدين؟ اها. ها؟ 1000 ريال. اه 1000 ريال. المربع هو 1000 ريال. اييه مرحبا. هادو فيهم اللوينات كنظن تما ياك؟ اه مرحبا. اييه سير على الله. مرحبا سير اخوي، احسن معالق الصراحه اللي واعرين بثمن خيالي 70 درهم 1400 ريال. اللوينات ديالهم كلهم موجودين 70 درهم. اييه شحال فيهم بياسه؟ 24، يعني راه 6 فريستات، 6 المعالقات صغار، 6 كبار. مرحبا بالدي سعد الواحد. وهادو نيش؟ هادو 60 درهم، هادو اللي سالاو لينا، يقدروا يكونوا ان شاء الله غدا، ربما غدا ضروري غادي خصنا نوجد لهم ان شاء الله تعالى. مرحبا. قال لك النقلة ديال البغرير بلاصة واحدة، واش النقلة ولا المقلة؟ مقلة يا رب. نسيت انا مشيت مع الهضرة. سير اخويا سير. مرحبا. على جوج تيتانيك، احسن مقله الصراحه والله العظيم، هذه اللي عندنا في الدار وجابتها الوالده واعره. مرحبا ودي سعد الواحد. 12 ميد ريال جوجات، راه كبيره وصغيره، ومعها اللعيبه كراتو ياك؟ كراتو. هذه ب 1000 ريال. حتى هي معها ديك اللعيبه كراتو. هذه هي اللي مع سباتي ديال الحلوى اللي دايره 1000 ريال. 22 العباره 22. اييه 30 درهم زين. هادو الصراحه، هادو غوت شويه الله يرضي عليك. الصراحه هادو راه واعرين في البلاطو، عارفين الناس هادو. مرحبا. فابور 49 درهم 900 ريال. لا غلا على مسكين. لا سوبر. اها. 60 درهم مع العلقه ديالها 12 ريال. مرحبا. شنو 60 درهم. اشنو هما هادو اللي 60 درهم؟ فنجانات ولا فناجيل؟
نزيل. مرحبا. 1200 درهم، 6 بايصلات، 6 كيسان معاهم. 1200 درهم، مرحبا. هذا العادي هذا اللي كيتحط مع البلاطو ديال القهوة هذا. هذوك 60 درهم. 1200 درهم، مرحبا. شحال فيها من بياسة؟ سا. أها. يعني. واخا خويا هذه تقريبا هادي بغيت ديما كنبغي نسولك عليها وكنسى شحال تقريبا تقدر تهزنا من زلافه واش هز بعدا 10 زليف ولا راه كبيره اييه ما فيهاش 3 اطر باش يعرفوا الناس 3 اطر فيها اييه انا خويا مقاليد الوجده وجديه 40 داير لها 60 درهم 1200 درهم اللي غلى على مسكين 36 50 درهم مرحبا والله يرحم الوالدين يشدوا معنا الثمن اللي داك باش تعرفوا الثمن حنا راه ولاو شادين الاثمنه ولاو الناس عارفين كل شيء يعني ماشي هذه 40 درهم مرحبا العبار ديالها 30 يعني عندنا 30 ب 40 درهم وعندنا 36 ب 1000 ريال 50 درهم وعندنا 40 ب 1200 درهم 1200 درهم مرحبا بكم جميعا زوينين 70 درهم 1200 درهم اييه الصاله ديالك عاوتاني اللي واعره زائد وحده كبيره 60 درهم انا خويا لاكوب مشنفه هذه الصراحه واعره هي عجيبه ب 60 درهم اييه اش طاجين طاجين المربى بالسيبوره ديالو 60 درهم اييه البلا ديالها 60 درهم 1200 ريال يعني كي هذه كي هذه 1200 1200 مرحبا مرحبا بدي سعد الوحده شنو هي اش هذا العشب عاوتاني الناس والله شي كيموتوا على هذا اللوين الصراحه واعر 1800 1800 100 درهم دايره المهم هذه 100 درهم واللي برجل ديالها ب 2100 2200 2200 واللي بلا رجل 100 درهم هاكا كدير سعد الواحد انا معاه تحيه للسي جلال مول البيجامات مرحبا بهم عندك ياك الله يبارك فيك مرحبا زيد اخويا بالنسبه للكوكوط كوكوط هذه ما نهضروش عليها غادي نوريوها ان شاء الله هذه والبولات الموسم عندها عبد البرنوسي مرحبا المغرب كامل ان شاء الله غياخذها من عندك مرحبا واحسن صولد واخطر صولد كاين في المغرب اللي هو كاين عندنا هنايا لا من ناحيه الجوده في الاثمنه ولا من ناحيه الجوده في الخدمات ولا من ناحيه الجوده في السلع مرحبا بكم جميعا الطحانه ديال العطريه 60 درهم 60 درهم 1200 درهم باطور اييه 60 درهم 1200 درهم اها عطريه زوينه ب 60 درهم 1200 درهم الميزان تاعو 60 درهم 1200 درهم شنو هي هذيك؟ موز ديال الكيك 20 درهم مرحبا هذا منه براد منه بريق منه ديال القهوه منه ديال الاتاي كلشي هذا 70 درهم اطرونس اطرونس مرحبا ودي سعد الواحد شنو اللي تبغي توصي الزوناء ديالنا الكرام؟ شنو اللي غادي خاصهم يديروا لنا في هذا اللايف هذا؟ القليبات والبارطاج البارطاج البارطاج من هذا المنبر هذا من هذا المنبر تقدم ان شاء الله بالاثمنه اللي واعرين مرحبا مرحبا كنبغي كنبغي نشكر تحيه خاصه لواحد القناه الله يبارك فيك ودي سعد الدين الله يحفظك واحد القناه اللي زعما الصراحه دايره ما بجهدها واخا هو الله يسهل على الارباح كيبقاو لها هي الله يسهل لها حنا غير كنبغيو نشكروها لحقيتاش انها هي اش كدير معنا كدير معنا غير المزيان كتبارطاجي لنا اللي لايف ديالنا اول باول انفو كيطيح اللايف ما كدورش عليه ساعتين ثلاثه كتلقى قناه بيت الكرماء هي الاولى هي الاولى السباقه مبارطاجي والصراحه كنت باغي هي ملي كنرجع لليوتيوب وكنشوف كنت باغي هي اللي تربح معنا في ديك المسابقه اللي كنا درنا ولعبوا في المسابقه الجايه ان شاء الله تعالى كنشكرك لاله ولا اسيدي مول قناه ديال بيت الكرماء
وكنتمنوا انك تواصل معنا على الاقل، وخا نشكروك على الخصم الا كان شي حاجه. مرحبا بيه، مرحبا بيه الدنيا هاني. سير اخويا مرحبا. اه راه شاد طرطق البارود عاوتاني، من شحال هذا ما طرطقنا البارود ياك. مرحبا. اه يا خويا باش يعرفوا الناس كاين اللي مطبوعاش لا في اليد مات ان ايطالي. اييه درا مطبوعه اوريجينال مات ان ايطالي مترومين. مرحبا. انا خويا فيها الجلده ديالها وفيها الجلده سكون. ضروري خاصها تكون الجلده سكون ضروري. المهم تيسيني 195 درهم. 195 درهم. 300 درهم ماشي 350 درهم. مرحبا. 195 درهم. مرحبا. وسكرينيو امتى المسابقه؟ امتى المسابقه؟ حنا مازال ما قررناش الوقت ديالها. نهار ان شاء الله تعالى غتكون المسابقه، غادي نعلموكم اول باول كما العاده. الله يوفقكم، هادشي كيحمق، هادشي عندكم. شكرا اختي جنات جنات. سلام. فينا بلاصه في برنوسي اختي؟ حنا كاينين مباشره من ورا الديبو ديال الطرام اللي كاين في سيد البرنوسي، اللي هذيك الساعات اللي غادي يجي. حنا راه خلينا لكم لوليان ديالنا هنايا، راه كاين في الجي بي اس، اون فوا كليك تكليكيو عليه راه غيطلع لكم داكشي بالداتاي. واش واخا نحط عندي تانا عندي قناه؟ سيري اختي الله يسهل عليك. هالشومه مينا، ربما انت اللي واقيلا جيتي عندنا كاع هنايا ودخلتي لداخل، و راه الفيديو ديالك راه كاين في لاباج. خذي راحتك اختي الدنيا هاني. حنا هادشي اصلا كنديروه غير باش اللي تعم الفائده. حنا كنقول لكم بارطاجيو اللي تعم الفائده، والناس عاوتاني تما يعرفوا كيفاش يتقدوا بقل الثمن وهذا. ومرحبا بالجميع. سير اخويا سير على الله. اشنو اللي مازال كاين اخر؟ خويا ليمونيليكس. اييه لوكينغ لاماكوم سابقا. احسن احسن لامارك صراحه. مرحبا. هذه الكاس ديال اخويا 1000 وات. 1000 وات يعني راه صراحه 1000 وات دارها روبو اخويا. الله تبارك الله. شي حاجه لعبتش هذا. هذه الكاس ديال الله يحفظك 90 درهم. واش زاج ولا زاج؟ اطرا ونص فيه باش عارفوا. زائد الكاس ديال العطريه ضروري كيكون مع اي مونينيكس. المهم 290 درهم 5800 درهم. اييه هذه شريره زوينه. صحاب القليبات كنشوفكم واحد واحد. المهم هذه 120 درهم 2400. كيف هذه؟ كيف هذه؟ اييه 2400 ريال يعني 120 درهم. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الريال الله يرضي عليك دائما كناكد لك. سير على الله. مرحبا. المهم 160 درهم. اييه بريما كويزين لي فاموس موس واحد وكي ديمونطا يعني موس فوق موس ما كيفيش الفيساش يعني ما كيتصدى ما والو. مرحبا. 160 درهم 3200. مرحبا. لا مارك لا مارك اش؟ بريما كويزين. بريما كويزين يعني ماركه ما نعاودو هضره. مرحبا. 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 لاكور لوينات كلهم وجدناهم. لوينات وشكيلات وموديلات 90 درهم 18100 درهم. مرحبا. ثمن ثمن اخويا الله يجزيك بخير 90 درهم 18 ما رديتش معاك البال هذيك الشعلات. مرحبا. سونيفر. سونيفر اشناهي هاد سونيفر؟ لا مارك ديالها شنو الاستعمال ديالها؟ لي كوفر معروفه هادي واعره الناس خداو من عندنا بزاف. اييه اه واحد السيد الله يرحمه اللي سولتني قبيله اسمحوا لينا عباد الناس الا قطعنا عليكم قال لك عافاك جاوبني واش كتبيع الجمله بغيت نجي من الرباط. مرحبا. كنبيعوا الجمله غوت اخويا بحال نعستي بحال ترخيتي ما الناس ما والو. مرحبا. كنبيعوا الجمله ولي جا. مرحبا به. مرحبا. هذيك الساعات اللي خاصها شي حاجه مرحبا به اتصل بينا. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا معنا يعني اي حاجه حاجه اي ارتيكل كيشوفوا هنايا، بالنسبه للناس اللي غادي يجيونا بالسلامه السبت والحد، حنا علاش بعدا كنديروا هذا اللايف هذا نهار الجمعه؟ باش يعرفوا الناس شنو عندنا وشنو اللي ما كاينش. وهذا السبت والحد لحقاش الناس كيجوا عندنا من برا كازا. حنا هذاك الشيء علاش كنوريكم هذاك الشيء اللي كاين عندنا دابا باش ديك الساعات الوقيته اللي تبغيو تجيو تعرفوا اشنو اللي كاين وشنو اللي ما كاينش. ولا حبذا انكم الوقيته اللي تبغيو تجيو ما فيها باس تصيفطوا لنا في ميساج في واتساب ولا تتصلوا بنا، حنا ديك الساعات غادي نجاوبوكم نقول لكم هاد الارتيكل اللي جايين على قبله واش كاين ولا ما كاينش. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو الجمله حنا كناكدوا لكم انه كاين. بالنسبه لا ليفريزون كاينه في كازا واول كازا ياك سي عبد الواحد. واللي بغى شي حاجه تيتاكد من راسو بالله باغاه، حيت الناس فهمتي كاين الدراري معانا خويا كيمسكنا كيضربوا كيتمحنوا صراحه كيتمحنوا وتا حنا كنتمحنوا يعني كتعطي الناس اثمنه وكتبقى معاهم وكتجاوبهم في البلاصه وفي الاخر كيدير كيبلوكيك ولا شي حاجه. يعني حقك الله يسمح لهم. تاكد بالله باغي هاد البياسه وتسول عليها وتشاور مع راسك هادشي اللي كاين صراحه. تصورها كاع وتمشي لمحل اخر تسول ومرحبا بك. ديك الساعه خويا
جيب كسان وصل لك فين ما كنتش. مرحبا بهم والدنيا هانيه والله يوجد لهم من ياخذوا. مرحبا. كنا هاد السونيفر 110 درهم لي كوف ديال لي كوف 110 درهم. مرحبا. فيها 750 واط. اه يا خويا. مرحبا. سير الله. ارى لي عاوتاني هاد العطريات ديال العود المسائل. العطريات زوينه هذه الصراحه. جات وتنفضات في نهارها. وجات الحمد لله. عاود رجعت عاوتاني الحمد لله هذا ما كان. اللي فيها القرايه ديال الزيت 130 درهم. 2600 درهم. لا الكري ولا الحمراء ياك كتستعمل واحد. بحال بحال اخويا. مرحبا. هذه 60 درهم هذه دايره وهذه مربعه 60 درهم. نحاول نشدها من زاويه افضل. اييه. وهذه اللي واعره. هذه شحال فيها من طبقه؟ فالترواطاج اللي 3 فوالثلاثة فالاربعة وفيهم معايا القاعة الصغار ديالها 170 درهم 170 درهم 3400 ريال مرحبا وحركم على القليبات واش عاوتاني ضروري خاصني نقول لكم هاد الجا ناعسة وهاد الجا فايقة فيقوا معنا شوية باش حنا هكا نقدروا نخدموا معاكم مزيان ايس كراش اييه اللي الصراحة هادي منها هدوش عليها الهضرة اييه راه بلايص أخرى راه دايرة 300 درهم بلاش بلاش أسي عبد الواحد بلاش بلاش حنا ما غنقولوش لهم ما غنقولوش لهم تشوفوا القليبات طالعين ما نقولوش لهم تشوفوا القليبه طالعه طالعه حركوا معنا نقول باش نعرفوا باش نعرفوا الناس راه كاينين معانا مرحبا المهم خويا مولات الايس كراش اللي غتكون السبت والحد عندنا بثمن ان شاء الله زوين 195 درهم لاخر مره غيكون هذا الثمن هذا اخر مره لحقتش اش راه تزاد في السوق حقكم صوروا وسولوا على الثمن وديك الساعه جو عندنا ومرحبا بكم مرحبا المهم هذه 195 درهم مولات الايس كراش اللي واعره الصراحه قلنا 195 درهم 3900 درهم مرحبا 4000 قل 5 درهم مرحبا بلانديش عاوتاني اييه هادي شي هي زوينه عرفتي الكاس ديال العطريه ديالها اييه معليش درهم هادي شي هي 120 درهم اللي منقوله هادي على دوريجين اللي عارفين الناس زوينه ب 120 درهم 120 درهم سوبر كالور تاهي راه موجوده عندنا هادي كاينه في الكري وكاينه في البلو وكاينه في بيستاج 90 درهم 90 ماشي الثمن حيت كانت 100 درهم 120 درهم نقصنا فيها دابا ولات 1800 ريال تقريبا راه كاع لي لايف كندوزو ب 1800 ريال هذه هي لي زوينه ب 90 درهم مرحبا ودي سعد الواحد شكرا شكرا على المعلومه اكد لي الله يرضي عليك هذا واش مازالين باقي عندنا ديال العود ولا لا العود مازال موجود اخويا عندنا هذه كاينه 170 كاينه هذه 145 درهم 1900 هذه ب 2500 واحد يعني السيده كانت جات من برا وسولتنا على الطويجنات اللي فيهم العصفور من الفوق هذوك مسالين لينا خويا دابا حالين ما كاينش في المحل باش يعرفوا الناس باش ماشي يجيو ضاربين تمر وما يلقاوش عندنا هذاك ديال العصفور مسالين لينا دابا مفرقه لي طرواطاج هادي راه خويا راه معروفه ومحبوبه للجماهير بزاف هادي راه كتجي عندي الناس راه لي جوج من هذيك الفراقه راه لي ثلاثه راه لي اربعه الصراحه كيخدموا غنصيفط لها الله العظيم المهم واعره الصراحه ب 70 درهم فابو فابو مرحبا سير على الله هاي تاني محبوبة الجماهير رمضان جاي هادي راه واعرة اييه المهم 30 هادي 30 28 دايره غندوري مع خويا من 24 اجي خويا سير على من الصغيرة 100 درهم 24 26 105 دراهم 105 دراهم ناقص 5 دراهم يعني سير على الله يعني شوف الثمنات ديال السبت والحد باش يعرفوا الناس هادشي اللي كاين سير على الله مرحبا اجي اخويا مسحوا السبوره بلاتي مسحوا السبوره باش يعاود يكتبوا عاوتاني سير على الله ثمن اخر 24 اسقى لكم 90 درهم مرحبا هادشي في السبت والحد الله يرحم الوالدين ما يجوناش الناس نهار الاثنين ويقول لك اوديها اللي كاين ها اللي كاين مرحبا بكم والله يوجد لكم والله يدير في حساب انكم باش تجيو 90 درهم 1800 ريال زيد 26 يعني راه كبيره الناس اللي ذاك راه عارفين وجاو المحل اييه 110 درهم 2000 درهم 100 درهم ناقص 10 درهم 100 اها 28 اللي ها هي اها 110 درهم 30 الكبيره كاع 30 هذه خويا راه خاصها جوج دجاجات باش يعمرها 120 درهم 120 2400 مرحبا مرحبا سير على الله زيد اخويا محبوبات الجماهير شنو هي هاد محبوبات الجماهير عاوتاني واكد لي الله يرضي عليك داكشي بالديطاي ديال الديطاي واش غيكون عندنا اللوان واش غيكونوا لي طاي واش غتكون هي ديسپونبل براسها مرحبا مرحبا ها هي موجوده مرحبا بكم جميعا كثره اييه مرحبا خويا ثلاثه اطره
الا كان ممكن عاوتاني نديروا لها شي ديمونستراسيون اخرى نهزوها نحلوها الناس نوريهم كيفاش دايره باش تبان عاوتاني بالديطاي ديال الديطاي. شكرا الدي سي عبد الواحد. واش ثقيله واش غنقول لك اختي سهام راه من الايد ديال عبد الواحد راه غتبان لك راه غطيحوا على وجهه مسكين هانت راه ثقيله تبارك الله راه ماشي ثقيله زوين صراحه. هاد اللعيبه ديال الكاس اللي واعره ما كاينش في اي خطوط اللي كيتهز نحاول نقرب باش تبخر شي لعيبه كيتهز يعني الكاس هانت كيبقى مهزوز كيبقى مهزوز اييه كيبقى مهزوز. مرحبا سير الله خويا الثمن شد معايا الثمن باش الناس شمي ما عارف شي حاجه هادشي اللي كاين ثلاثه اطرو اونص ثلاثه اطرو اونص 490 درهم 490 درهم 800 درهم مرحبا ناقص 20 درهم سير على الله الناس راه عارفين شنو هو كاين هادشي اللي كاين الربعه اطرو اييه 510 درهم هاي 510 درهم 510 درهم اييه دابا الربعه يطرو غادي ياخذوا بالثمن ديال هادي اللي كانت من قبل ها باش تعرفوها الناس سير على الله. هاي خمسه خويا ماشي هادي هادي خمسه الربعه قلناها الخمسه اييه يعني الوينات راه كلهم كاينين تبارك الله مرحبا واري دم الغزير البوردو بوردو اخويا هادي دايره خمسه يطرو ياك دايره 530 درهم 530 درهم 1600 عاوتاني الثمن ديال مولات الربعه يطرو ناقص 20 درهم سير على الله مرحبا قلنا شحال 10600 ريال 530 درهم مرحبا هسه ادرو اخويا هي هذه اييه ياك السو ولا مش هاي ستات راه باينه المهم 560 درهم عاوتاني الثمن ديال مولات هذا غير باش تعرفوا ها باش تعرفوا ما تجيبوناش تقولوا حقه ولا وهذا الشيء حصريا نهار السبت والحد ان شاء الله تعالى من وراه ارجع للثمن ديالك ويلا بقات من طبيعه الحال ان شاء الله انا عارف باللي راه الناس دابا كيتحرقوا عليه كاين اللي ما كرهش يجي لها دابا والله القاسم كنتلاقى مع الناس قسما بالله الناس صابحين عليها اليوم على الصباح حليت شفتنا مولا الطاكسي الحمراء جايه كتجري منين ومنين والله العظيم السيده جايه من روشنوار كلهم منين جايه اجي خويا السبعه اطرو دايره 11800 ريال يعني 590 درهم لا ما نقول لكم عاوتاني الثمن ديال هادي هو الثمن ديال هادي الناس راه عارفه 11800 حافظوا معنا 800 الله يرضي عليكم سير على الله كاسرون ديالهم تما موجودين اللي كرانيت خمسه بالنسبه اللي باغي ندي باك مقاد اييه انا خويا غنمشي باك مقاد خطير الصراحه يعني كلشي كاين الحمد لله وكلشي موجود وداكشي راه واعر الصراحه والله حتى انا براسي كيسطيني وعجبت بهذا الشيء والله باللغه العربيه الفصحى المهم المقراج ديال جرانيت راه معروف 100 درهم داير عندنا كنا دايرين 110 ناقص 10 درهم اي مرحبا وي سير اخويا سكريات اخويا مرحبا واعرين الصراحه اي صفت لي شي وحده صفت لي شو شكون انت مولة الربعة الذهبية السنتة الذهبية 120 درهم اييه المربعة ديالها 120 120 مولة الثلاثة طيب بزا 85 درهم عقلوا معايا مرحبا ارحم الوالد نشدو معنا الاثمنة وحافظوهم بس عارفهم ماشي شي ما يجي حتى واحد ثاني مولة الربعة اللي واعرة هادي تروس بارو اييه كاينة واحد الوحدة هنا لي ذهبيه ولكن هنا ما كتبينش كتكون مسدوده هذيك الناس راه عارفينها راه ناقصه عليها في الثمن هذه راه واعره المهم 90 درهم مرحبا اختي صالحه مرحبا بك وقت ما جيتي كان نعتذروا لحقاش ما رديناش البال الكومونتيرات ديالكم نظرا لضيق الوقت ولحقاش انتم كتعرفون اننا كنسدوا مع الثمانيه اييه بالمناسبه الله يرضي عليك وريني التوقيت ديال المحل معاش كنحلوه معاش كنسدوه مناش تلاش والايام يوميا من 10 الصباح ل 8 الليل يوميا يعني يوميا. 7 ايام على 7 ايام والواتساب واش كنسدوا ولا ما كنسدوش 20 ساعه على 24 ما كيبات عندي شي ميساج ما كنجاوبش مرحبا بكم كلشي كنجاوب مرحبا خويا الثمن ديال المقالي ديال الثمن ديال المقالي ديال الكرانيت شحال اخويا 82 درهم 5600 ريال بنفس اللوينات هاي اللوينات الاخر وغدا ان شاء الله غادي يصبح عندنا اللون ديال الكوكوت مرحبا هذا راه يلاه جدات واحد السيده وقفت علينا كنا باغي نبينوه الساعه ما بعيده الصراحه ما قديناش نقولوا ليها لا الله يسهل عليها بصحتها وراحتها بصحتها وراحتها هذا ما كان الله يعصمك مرحبا
بالنسبه لي زارتيكل ديال الاي ماي باقين ولا ما باقيين؟ باقي موجود عندنا. أيه. اصلا ما كاينش، حنا عارفين ان الناس ما كنديروش الشانطيوات للمحتاطين كاملين، اللي بغى شي حاجه كنجيبوها لي من الديب. المهم ثلاثه البياسات ب 350 درهم. 350 درهم الصراحه واعره. باينه راه دمع على خدك كما نقول. هذه الجرانيت الله يرضى عليك طبيعه الحال احسن فانوني. اييه باحسن ثمن اوريجينال ليكسيس جرانيت من شويه من بانيني 350 درهم. 350 درهم العاديه ديالها 320 درهم 6040. اييه مقبول. اوكس شحال شحال الثمن؟ 320 درهم. مرحبا خويا. بالنسبه لهذا البلاطو، هذا بلاطو 170 درهم. 170 درهم اييه. هذا 80 درهم. 1600 ريال ناقص 10 درهم. مرحبا. الناس عارفين وحافظين وعارفين بالله ناقص اثمنه. كيسان اخويا زوينين الصراحه. شنو كيسان الله يرضى عليك؟ خاصهم يبانوا. اييه ان شاء الله تعالى. ها هو اخويا جا شكل جديد هذا الشيء. يلا حطاته طياره. سير على الله. انا اخويا 90 درهم 1800 ريال. السامبل ديالو كيف المزوق. مرحبا. مهم 90 درهم 1800. اجي خويا هذا ان شاء الله. ها هو اخويا 80 درهم 80 درهم 1600 ريال 80 درهم. مرحبا. ناقص 5 درهم. هادو واخا كيضربهم عبد الواحد مع النار راه ما كيتشرسوش. ها عبد الواحد اللي ضربهم شي واحد اخر تحمل مسؤوليته. و 85 درهم 17 درهم. السلعه ولات حافظك عبد الواحد. عارفاني الحمد لله. سير على الله. ها انت اللي قلنا لك ها هو ضرب عشرين ما تشرس. المهم 1700 اخويا. مرحبا. هادو قلنا لكم ب 1600 ريال بايدين ترونسبارون سامبل، ولكن فيهم الزواقه ديالهم راه فيهم الدوري وفيهم الارجونتي، وهادو حتى هما فيهم الارجونتي فيهم الدوري ديالهم ب 1700 ريال. مرحبا بكم جميعا. سير على الله. مرحبا اخويا. انا اخويا لي بلاطو كيدير الدعوه مزيان على 130 درهم. مرحبا. في هاد الوين زائد هاد الوين. اييه مرحبا. دا سوبر. اها لي ست زليفات زائد ست طبيصلات ديالهم ب 170 درهم. 100 100 170 درهم 3400. واخا ان شاء الله. هاد الحمراء اللي معروفه الطوس. اييه 110 درهم. هادي راه فيها هاد الزواقه وفيها هادي اللي داخل فيها الكري. ولكن هذاك الكري راه داير سينتا باش يعرفوا الناس. سير على الله. مرحبا خويا. لا 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 بلاش بلاش عاود لي هاد الحركه اللي درتي ديرها. ما عليك شو دير سعد الواحد. كريمه كويسين. مرحبا. هزانه زائد مولينيس. اييه. كاس دجاج اطرا ونص فيه. المهم شي حاجه الصراحه زوينه 7 لتر ب 1250 درهم. مرحبا. كانت 1300 نقصنا لكم 50 درهم. مرحبا. وللاشاره راه ملتي فونكسيون كما قلنا، راه عندها العجانه وعندها حتى العصاره ديالها. الكاس ديالها راه كبير شحال اخويا فيه تقريبا؟ لتر ونص. لتر ونص. هكاك الله يرضي عليك. 1500 ملي. مرحبا. شي نهار ان شاء الله تعالى غادي نديروا لها الديمونستراسيون ديالها حتى هي باش تبان كما درنا الكرافت لاين. الكرافت لاين باقا ولا ما باقاش موجوده؟ كاين. مرحبا باش الناس حيت كيسولوني عليها حتى هما. مرحبا. والثمن ديالها 900 درهم باقا. 900 درهم. مرحبا. راه واخا تسمعوا الثمن ديالها قليل ولكن راه واعره. ناضيه صراحه عن تجربه شخصيه ماشي معودين لي عليها ولا. المهم التفصيل اللي معروف هذا ستربيس فيه 18 زائد 6 زائد 6 230 درهم. 230 درهم بحال الدوري بحال لارجونتي نفس الثمن. شي على شي شي على شي تلعب. هذا الشيء علاش كنبينوه بالنسبه للناس ديال الحفلات بالسلامه. الكورونا غادي تحيد علينا والمناسبات غادي يجيو. هذا مرحبا بالجميع. الثمن راه فيهم زوين ومرحبا بكم. والله القسم هذو اللي داهم الله ما يندم عليهم. من عندي انا مصنع عليها بالعشره طويجنات اخويا ديال الفيرزاتشي والعادي. فيرزاتشي كاين موجود عندنا بلي داير 80 درهم 1600 درهم. شي على شي شي على شي. مرحبا. في شي لون اخر ولا غير الدور الدوري؟ الدوري وكاين فيه الكري فيه بحال الخزي. الكري بحال الخزي للاشاره. مرحبا. ليها اشوار كوكينغ معروفه. دوز هنا اخويا باش تدوز زاوية افضل باش تبان بلي راه ستوك كاين وكل شيء كاين الحمد لله. المهم مولا الدجاج 130 درهم. مرحبا. اشنا هي مولا الدجاج؟ كوكينغ دائما. كوكينغ هكاك الله يرضى عليك. سمي لي سمي الاشياء بمسمياتها باش الناس يعرفوا شنو كاين.
فيها خمسة لماس زائد طراب زائد البارة ديالو. مرحبا. يعني سبعة البياسات. الثمن كما قلنا 2600 درهم. موتور ديال اينوكس. مرحبا. اها. نقدر نسافر به ولا لا؟ سافر به. ما عندكش اليوم موتور ديالها. مرحبا. المهم خويا عندك هاشوار اللي اينوكس هي. كوكي. تحت ديال البول ديالها اينوكس زائد الموتور اينوكس. 150 درهم. شكرا 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 على تقريب الاداره من المواطن. شحال الثمن ديالها؟ موديل جيرماني. شحال ثمن الموس؟ فيها سبعه يعني فيها خمسه الموس زائد الطراب زائد البالا ديالها. شحال فيها من واط الله يرضي عليك باش التذكير نوضحوا للناس داكشي الداتا ديال الداتا كيما العاده. انا خويا ما خبيو حتى شي حاجه 250 واط. مرحبا. سير عمي. ارى لي ولا باقي عندك شي حاجه اخرى؟ حرك لي ديك القله نشوف المشاهدين باش نزربوا شويه على الوقت راه لحقيتش. سير لي طرموس. مرحبا. وختي مهامسك و سير الله ان شاء الله نسالوا الطرموس القصيره اللي فيها الورده. اييه. 130 درهم. اييه. زائد هذه 130 درهم. 2600 درهم. 2600. اها. الجرانيت 150 درهم. اييه. هذه الرخامه اللي واعره 100 درهم، جوج بياسات 100 درهم. لا هي ولا اش؟ اللون الاخر شنو هو؟ النوار. النوار ديالها يعني بجوجهم 100 درهم. 100 درهم. 100 درهم هاد البيضين والكحلين تا هما 100 درهم. سير على الله. هادو اللي الصراحه كيجيو وما كيبقاوش ما كيبومبيوش والله العظيم. عندك هادو وهادو. راه الناس راه داهم تبارك الله ما شاء الله بكثره. الصراحه وما ندموش عليهم وحتى حنا الحمد لله ما ندمناش عليهم فاش جبناهم. 100 درهم هادي كيف هادي كيف هادي. اييه. كيف هادي. مرحبا. كيف هادي شاي 100 درهم بحال بحال باللوينات. هما راه التحت ديالهم راه كلهم بحال بحال غير الفرق اللي كاين في الغلاقه. هادي عندها الشوشه ديالها كتحل بحال هكا من الفوق والاخرى عندها ديك البريسه ديالها بحال هكا. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. ب 150 درهم. على قول الله اكبر. مرحبا ودي سي عبد الواحد. هادشي اللي كاين نذكروا الناس بهذا سميتو باقي عندنا كاين موجود بلاطوات بلاطوات باقيين وباقيين كاينه كلشي كاين كلشي موجود هذاكشي لي كوكوط عاوتاني العاديين الاينوكس كاينه. مرحبا. كوكوط جرانيت كوكوط كوكوط كلشي كاين. مرحبا. المهم كوكوطات البرامي البرامي كلشي كاين بريدات السيري ديالهم حتى هو كاين هذا كاين هاد الصفر ما كاينش عندنا باش يعرفوا الناس اشنو. اييه الله يرحم لك الوالدين. هاد الصفر هذا والصفر ديال هذا ديال بونومي واش كاين ولا ما كاينش؟ لا مخطوع هذا هذاك اللي فيه الزواقه ديالو من هنايا كاين ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش السلالي. مرحبا. سير اخويا شكرا مشكور وبهذا نكونوا قد استوفينا جميع السلع المتواجده والمتوفره عندنا بالمحل. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه. كنشكركم على حسن المتابعه ومرحبا بكم عندنا في المحل ديالنا المتواجد بالدار البيضاء سيدي البرنوسي من وراء الديبو ديال الطرام مباشره. كما قلت لكم وكما نعاود نقول لكم وكما غنبقى نقول لكم دائما هاد لادريس اللي حفظوها جل المغاربه اللي صراحه اقسم بالله ما كنخلي حتى مدينه كنمشي ليها اون فوا كنجبد لهم عبد البرنوسي كنلقاهم ديجا وما عارفين من الشرق حتى للغرب صراحه جميع بزاف ديال المدن مشينا لها الحمد لله على كل حال. الله يكبر بك الله يحفظك بارك الله فيك. وهذا الشيء اللي كاين سي عبد الواحد شنو تبغي تقول للزبناء ديالنا؟ نقول لهم تهلاو في راسكم ونهايه اسبوع موفقه وتهلاو في روسكم. مرحبا بكم محبكم في الله عبد الواحد والسي بدر الدين. الله يحفظك ليا واحد الاشاره الله يحفظك بالنسبه للناس نعاودوا نذكروكم بالنسبه للناس اللي كيجيو من مدن بعيده الله يرحم لكم الوالدين قبل ما تخرجوا من المدينه ديالكم الا كنتو جايين على قبل ما طبيعه الحال حاولوا ما امكن انكم تهزوا التليفون ضربوا لنا تليفون الو الله يرحم والدينا هاد لارتيك اللي غادي نسافر على قبله واش كاين ولا ما كاينش باش هكذا ما تقدروش تضربوا الطريق على والو. ومرحبا بكم استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.